السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، أخذنا بالمحاضرة السابقة الركام، وأخذنا شنو أنواع الركام المستخدم خلطات الأسفلتية، والركام خشن والركام ناعم والركام مالئ. وهذا الشيء اللي راح يقسمه هو التحليل المنخلي. بعدين أخذنا خصائص الركام المستخدمة في الخلطات الأسفلتية، أخذنا التفنس وأخذنا التكستشرز. اليوم راح نكمل بقية الخصائص: الأبزوربشن، بوروسيتي أند البيرميبيليتي. الأبزوربشن الامتصاص، بوروسيتي المسامية، بيرموبيليتي النفاذية. الأبزوربشنز relates to the particles ability to take in a liquid. الأبزوربشنز يمثل لك الامتصاص وقابلية الركام على امتصاص السوائل. Porosity is the ratio of the volume of the pores to the total volume of the particles. المسامية هي النسبة بين حجم الفراغات إلى الحجم الكلي لهذه قطعة الركام. Permeability النفاذية refers to the particle's ability to allow liquids to pass through. مثل لك النفاذية قابلية الركام على السماح بالسوائل مرور من خلاله. Resistance to polishings المقاومة للبري أو الصقل. All aggregate polish under traffic, the degree of polishing depends on the types of aggregate traffic conditions and the road geometry. جميع الركام الموجود في الخطاط الأسفلتية وراح يكون تحت تأثير البولش، يعني الصقل أو البري، بسبب المركبات أو المرور. لذلك فإن درجة هذه الصقل أو البري تعتمد على نوعية الركام. يعني إذا كان ركام خشن فراح تكون عندنا عملية الاحتكاك عالية، وبالتالي عملية الصقل راح تكون عالية، وإذا كان ناعم راح يكون بالعكس. Traffic conditions الظروف الخاصة بالأحجام المرورية، هي أحجام مرورية قليلة أو متوسطة أو عالية. And the road geometry طبيعة التصميم الهندسي للطريق. Affinity for bitumen. The aggregate used in the bitumen pavement should have less affinity with water when compared with the bitumen materials. Otherwise, the bitumen coating on the aggregate will be stripped off in the presence of water. Affinity for bitumen يعني نقدر نسميها قابلية الركام للتفاعل مع الخلطات، مع الأسفلت البيتيومين. يجب أن يكون الركام المستخدم بالخلطات الأسفلتية تفاعل مع الماء يكون كلش قليل. حتى شنو؟ حتى عملية الستريبينج اللي هو الانخلاع اللي راح يصير بين الأسفلت فيلم، يعني غشاء الأسفلت والركام، تكون قليلة. يعني إذا كانت التفاعل مع الماء عالي راح يساعدنا ستريب أكشن، يعني عملية انسلاخ الأسفلت من الركام. الكليلنس اللي هو يعني نظافة. The surface of the aggregate should be clean and free from coating such as clay or dust which impair the adhesion of the binder to the aggregate. يجب أن يكون الركام نظيف وخالي من الشوائب اللي تعيق من عملية التصاق الأسفلت بالركام. Gradation اللي هو التدرج. The distribution of the particle size is expressed as a percentage of the total weight. The gradation of a sample is determined by sieve analysis. يعني التدرج اللي موجود بالخطاط الأسفلتية اللي راح يفصل لك أو راح يقسم الخطاط الأسفلتية إلى خطاط أسفلتية متجانسة أو يكون بها gap graded أو dense، وراح يعتمد على التحليل المنخلي للخطاط الأسفلتية. Aggregate moisture status. عندنا حالات الركام، عندنا حالة من عندها يكون oven dry، يعني الركام يكون مجفف باستخدام الأوفن، الفرن الكهربائي. Air dry يكون الركام جاف بفعل درجة حرارة الغرفة، بس اكو فجوات موجودة بداخلها ليكويد، كان تكون ماء أو أسفلت. Saturated surface dry يعني الركام مشبع من الداخل بس سطحه جاف، والويت اللي راح يكون الرطب، يعني اللي راح يكون سطحه رطب، والفجوات الموجودة داخل هاي قطعة الركام راح تكون مملوءة بسوائل، كان تكون مياه أو أسفلت. Density and specific gravity. Density is the weight per unit of volume of substances. يعني هي العلاقة بين الوزن والحجم. The specific gravity is the ratio of the density of the substances to density of water. بينما specific gravity تمثل لك هي العلاقة أو النسبة بين كثافة هذا السائل، كثافة هذه المادة، إلى كثافة الماء اللي يعتبر هي المادة القياسية. The density and the specific gravity of the aggregate particle is depend upon the density and the specific gravity of the minerals making up the particles and upon the porosity of the particles.
يعني يقول لك بأنه كثافة الركام والوزن النوعي يعتمد على density and specific gravity of the minerals، يعني المعادن المصنوعة من عندها أو المشكلة من عندها هذه الجزيئات الركام. فعندنا شيء اسمه bulk density or specific gravity، المكورة، الكثافة المكورة، includes all of the porous spaces، يعني الكثافة المكورة مال الركام راح تكون من ضمنها حجم الفراغات الهوائية. الإفكتيف دنسيتي أو سبيسيفيك جرافيتي إكسكلودز أونلي ذا بورز ذات وود أبزورب الأسفلت، بينما الكثافة الفعالة راح تشتمل لك الحجم الصلب زائدا الفراغات اللي راح تكون مملوءة بالأسفلت. The period density or specific gravity excludes all pores، بينما الظاهرية راح تكون هي بس solid volumes، يعني الفراغات راح يكون بي excludes يعني تستبعد. نيجي ناخذ تفاصيلها كتعريفات. البلك specific gravity، الكثافة النسبية المكورة، أو البلك dry specific gravity. The volume measurements، الحجم المقاس، includes the overall volumes of the aggregate particles، يعني الحجم الكلي للركام، as well as the volume of the water permeable voids، زائدا حجم الفراغات اللي راح تكون مملوءة بالماء. The mass measures only includes the aggregate particles، بينما الكثافة أو الوزن راح يكون فقط هو aggregate particles. Since includes the water permeable void volumes, bulk specific gravity will be less than the apparent specific gravity. احنا مو عندنا الكثافة تساوينا الوزن عن الحجم، فالحجم بالبلك سبيسيفيك يعني بالمكورة راح يكون الوزن الركام يعني الجزء الصلب مقسما على الحجم الكلي، يعني حجم الصلب زائد حجم الفراغات الهوائية او اللي راح تكون بيها ماء. بينما الـ apparent specific gravity it's only measure the specific gravity of the solid volumes، يعني فقط راح يكون عندنا حجم المادة الصلب يعني فقط حجم الركام. The volume measures only includes the volume of aggregate particles، يعني مجرد راح تقيس انت حجم الركام. It does not include the volume of any water permeable voids، ما راح تحسب انت حجم الفراغات اللي راح تكون مملوءة بالماء او بالهواء. The mass measures only includes the aggregate particles، لذلك نشوف بانه البلك سبيسيفيك جرافيتي اقل من الابيرنت سبيسيفيك جرافيتي. الابيرنت سبيسيفيك جرافيتي الفوليوم مالتها اقل لانه ماخذ بس جزء الصليب، بينما بالبلك انت ماخذ شنو؟ ماخذ الحجم كلي اللي هو حجم صليب زائد حجم فراغات. وبما ان الكثافه تساوي ان الوزن على الحجم، فكل ما كبر المقام راح يقل القيمه الكليه. الافكتيف سبيسيفيك جرافيتي the volume measures includes the volume of the aggregate particles plus the void volume that become filled with water during the test soak period minus the volume of the void that absorbed the asphalt. هنا الـ effective specific gravity راح تمثل لك؟ راح تمثل لك حجم المادة الصلبة زائد حجم الفراغات اللي راح تكون مملوءة بالأسفلت، لذلك احنا نسميه الـ effective. Effective specific gravity is higher than the bulk specific gravity. هي أكيد the effective specific gravity راح تكون أعلى من البلك، لأنه البلك الحجم مالته كلش كبير، لأنه حجم صلب زائد حجم فراغات. The effective هنا حجم صلب زائد حجم فراغات راح تكون مملوءة بالأسفلت، وراح يكون and less than the apparent specific gravity. The apparent الظاهرية راح يكون أقل من عدها. ليش؟ لأنه الأبيرينت بس الحجم الصلب، يعني هنا البلك سبيسيفيك جرافيتي هو راح يكون أقل رقم لأن الحجم بيه كله كبير. الأبيرينت سبيسيفيك جرافيتي راح يكون أعلى رقم، ليش؟ لأنه بس حجم صلب. الإفكتيف سبيسيفيك جرافيتي راح يكون ثاني أعلى رقم، ليش؟ لأنه الفراغات اللي هنا الموجودة هي بس الفراغات المملوءة بالأسفلت. حتى نحسب الأبيرينت والبلك والإفكتيف عندنا قانون هنا، البلك سبيسيفيك جرافيتي اللي هو جي اس بي، الجي هو الجرافيتي، الاس اللي هو سبيسيفيك والبي اللي هو البلك، تساوي ان اي على بي ناقص سي. الاي شنو؟ الماس اوف اوفن دراي سامبل ان اير، يعني حجم او وزن، عفوا وزن النموذج المجفف باستعمال الفرن الكهربائي.
البي الماس اوف اس اس دي احنا نسميه ساتوريتد سيرفيس دراي، يعني الركام مشبعه من الداخل وجافه من السطح. هاي شلون نسويها؟ الركام نخليه بالحوض او بالحمام المائي، نطلع الركام بعد فتره مثلا ساعه او ساعتين، نقوم نمسح قطعه ركام قطعه ركام باستخدام قطعه قماش، فراح يكون الركام هو مشبع من الداخل، انت خاله بنص حوض مال الماء وجففت السطح، فيصير اس اس دي اللي هو الماس اوف الاس اس دي، يعني ساتوريتد سيرفيس دراي سامبل ان اير بالهواء. السي اللي هو الماس اوف الاس اس دي، يعني ساتوريتد سيرفيس دراي سامبل ان ووتر، يعني نستخدم بالميزان المائي. هذا شنو الفائده من عنده؟ هذا الفائده من عنده حتى تطلع حجم الفراغات الجديده الموجوده به، لانه بالماء فراح تقيس وزنه في الماء. البيريانت سبيسيفيك جرافيتي راح يساوي لنا الاي على الاي ناقص سي، احنا الاي ماخذي والبي ماخذي والسي ايضا ماخذي. فالبالك سبيسيفيك جرافيتي هذا قانونه، والابيريانت سبيسيفيك جرافيتي هذا قانون، راح اشوف جي اس اي، جي اللي هو الجرافيتي، الاس اللي هو السبيسيفيك، والاي اللي هو الابيريانت. الابزوربشنز نسبه الامتصاص اللي راح تكون، راح تصير بي ناقص اي، يعني حجم النموذج وزن النموذج مشبع جاف السطح، ناقصا وزن النموذج الجاف بالفرن الكهربائي على فرن على الوزن في بعد الفرن الكهربائي، راح يطلع حجم الفراغات من الحجم الكلي. Specific gravity of course aggregate test procedures، طبعا هذا بالمناسبة هذا الحكي كله فقط للكورس اجريجيت، لأنه الفاين اجريجيت انت ما عندك به نسبة امتصاص وحجم فراغات تمتص الاسفلت وتمتص المعلى، لانه قطعة الركام راح يكون بها بورستي، الاسفلت الركام الناعم ما راح يصير به هذا الشيء، وباعتبار ركام ناعم. فالسبيسيفيك جرافيتي اوف الكورس اجريجيت تيست بروسيجرز، عملية الفحص راح تكون بانه انت تاخذ نموذج من الركام الخشن اللي هو راح يكون متبقي على منخر رقم 4، تغسل هذا الركام المتبقي على منخر رقم 4، emerge aggregate in water room temperature for period من 15 إلى 19 ساعة، يعني تخلي الركام هذا في حوض او حمام، يعني في اناء بمي من 15 إلى 19 ساعة، وهذا بدرجة حرارة الغرفة. dry the sample to saturated surface condition، يعني يقول لك تجفف سطح الركام باستخدام قطعة قماش واللي راح تمثل لك وزن بي. هنا place the entire sample in basket and wait in it under water اللي راح يمثل لك سي، يعني هذا النموذج بعد ما جففته بخطوة رقم 4 توزنه بالحمام المائي، بعدين remove the aggregate from the water and dry it until it maintains a constant mass، وتخليه بداخل فرن كهربائي وتجففه إلى أن تحصل على وزن أي اللي هو مثل ما مذكور على. هنا عندنا مثال during a specific gravity for a test for a coarse aggregate the following weights were given. mass of the dry يعني وزن النموذج جاف باستخدام الفرن الكهربائي هو 2000 غرام، الوزن النموذج saturated surface dry SSD 2020 يعني البي، and the mass of the sample in water عفوا هذا السي، والوزن في ماء 1300. فطلع لي الابيرينت سبيسيفيك جرافيتي والبلك سبيسيفيك جرافيتي، القوانين موجودة عندك فوق، تطبق A ناقص A على B ناقص C راح يطلع لك البلك سبيسيفيك جرافيتي، وعندك القانون الثاني اللي هو B A على A ناقص C راح يطلع لك الابيرينت سبيسيفيك جرافيتي. أما نسبة البوروسيتي فراح تكون عندك انت مثل ما موجودة، فتشوف 2000 على 2020 ناقصا 1000 وربع، تطلع لك 2.6 هذا البلك. الابيرينت راح يكون 2.66، فشوف الابيرينت هي أكبر من مين؟ أكبر من البلك، والنسبة الابزوربشنز راح تطلع لنا 1%. لهنا انتهت المحاضرة الخاصة بالركام، وراح أكمل لكم إن شاء الله المحاضرة القادمة.